لينيرفومون ديال برشيد، ولكن البيت فالابل طلع عليهم الدم برشيد. شوفوا الإعادة، شوفوا هذا اللقطة، شوفوا هذه المحاولة، هنا ملاحظة ديال التصويبة، هنا الخط اللي كان من غرفة ديال الفار. في الفار قالها ما كيناش قال. بعد حكم الساحة بأن الهدف سليم، وبالتالي ثلاثة ديال الأهداف مقابل هدف واحد. شبعوا صفرات البرشيد خرجوا من الماجين. لاعبين في قنيطرة. هذا هما اللي كيخرجوا على البطولة المغربية هاد المسيرين ديال الوالوات. ما عرفش شكون هذا اصلا. الحكم ما دار والو حيت الفريم والفار اللي ديسيد هذا. بالنسبه للفريق اللي كتوقع بخصوص الترتيب خاصه المراكز اللي محدده بشكل واضح. كذا المقابله متوقفه لحد الساعه. هاد السيد ما عرفتوش شكون هذا. الحكم كيطلب اللاعبين باسم اللاعب. الوقت اللاعب ديال برشيد ما بغاوش يلعبوا كره. هذا اللي وقف الماتش ومن بعد قال لهم رجعوا اصاحبي. ما عرفتوش شكون هذا السيد. اون فوا الماتش.